تفضل من فرنسا، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله، من معي لطفا؟ أنا محمد من فرنسا، أصلي جزائري. نتشرف بيك أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك. كيف حالكم؟ الله يبارك بيك ويحميك. والله يا الأستاذ وعد لامي، أنا أتبع حصصك، وحصصك جد مفيدة. يعني عندك إلزامات، يعني أنا واحد من الناس أن أخرستني، يعني ما قدرتش أرد عليك. أنا إنسان كنت سني، كنت أتبع المذهب الوهابي والخرافات والخزعبلات فهمت يا الأخ؟ أنا فهمت، والآن تريد أن أنا أولا أريد أن أستفسر، أنت تابعت الحلقات ووجدت أنه هنالك معلومات، أنا ما أقول إحنا لسنا في صدد إلزام الطرف الآخر أو إخراس، يشهد الله ويعلم، في إخراس الطرف أو إسكات الطرف الآخر، هي مباحثات علمية بأخوة، وإحنا كما ترى نفتح الكتب. لكن الشخص اللي من أمثالك، هؤلاء حقيقة هم الذين يعطون الدعم لنا، أنه في منصفين يسمعون، وفي منصفين ممكن عندما يرى على الشاشة الكتب والإلزامات ممكن أن يتبع الحق. لذلك أنا بكل سرور الآن أريد أن أفهم القصة من البداية إلى النهاية، وماذا وصلت بالنهاية، ماذا تريد أن تصل إليه؟ تفضل. أنا في البداية بدأت أتبع الأخ ذو الفقار المغربي، وكي تبعت الأخ ذو الفقار المغربي بحثت الكتب. أنا كنت على بالي بلي إنه يدلس ومنه، وفتحت صحيح البخاري وصحيح مسلم، لقيتها حقائق. تما كيف نقولوا إحنا، يا كيما نقولوا إحنا، يا سيد ماهوش يكذب، يعني ماهو يكذب أو يهدر في الحقيقة، يعني صادق. فوالا صادق. ومن بعدها وأنا زدت بحثت 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 بحثت، وهما صدعونا رسالة بأني تارك فيكم كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. كي بحثت على الحديث هذا لقيته ضعيف، مرسل ضعيف مرسل. والحديث اللي بحثت عليه حقيقة اللي وجعني يعني وأثر فيا، أني تارك فيكم الثقلين. كنت في حياتي جامي لا أسمع عنه حديث هذا، جامي سمعته في حياتي. في حياتي ما كنتش نعرف أهل البيت، ما كنت نعرف الإمام علي، كنت نعرف الإمام علي هكذا، إمام علي وسيبه. طيب لحظة قبل أن تكمل، أنا أريد أن تكمل في هذه السرد الرائع، لكن أنا أناشدك الله، يوم من الأيام سمعت في خطبة يعني على المنابر كلموك عن الإمام السجاد عليه السلام، عن الإمام الباقر عليه السلام، كلموك عن مثلا معركة كربلاء، كلموك عن الكاظمين، كلموك عن أهل البيت، يعني في خطبة سمعت في التلفزيون. بالله عليك بدون مجاملة ولا تجاملني، تفضل. أنا سمعت في الخطب عمر، أبو بكر، عائشة، النبي أسمع كيف نقوله مرة في الشهر تسمع قال رسول الله، الباقي قاع قال عمر، قال أبو بكر، قالت عائشة. يعني شغل الإنسان اللي ما يعرفش الدين مليح يبدأ يشك، يقول لك بالك ربي هذا الله عز وجل وحاشاه، بالك بعت لنا عمر هو النبي ولا أبو بكر، يعني ما تسمعش قاع قال رسول الله، لازم كنا نسمع عمر قال عمر، قال أبو بكر، قالت عائشة. أنا فاطمة الزهراء عليها السلام ما كنتش نعرفها. لم أكن أعرف فاطمة، كنت نعرف فاطمة بلغ طفلة صغيرة عندها 4 سنين ولا 5 سنين وتوفت. ها واش كنت نعرف على فاطمة الزهراء. طيب الآن الإمام علي ما كنت نعرف عليه والو. الإمام علي بعد ما درست على الإمام علي لقيته قدوة، خير من عمر وخير من أبو بكر وخير من خير منهم أجمعين يعني. الله أكبر، خير منهم أجمعين. وبالحقائق تما أنا مع الأول أثر شوية في ذو الفقار المغربي، وماذا قلت أنا؟ شوف أنا قلت دلوقتي ما نتبع حتى واحد فيهم، دوك نبحث وحدي ونعرف الحقيقة.
وكي بحثت وحدي ألزمتني تما يعني الآن الحديث اللي راك تسرد فيه هنا هذا الحديث عمر قال النبي يهجر. أنا مع الأول كي شفت أنا في الأول كي شفت ذو الفقهاء المغربي سرد هذا الحديث اللي راك تسرد فيه وبحثته وقيته صحيح. وبعدين أنا اختبرت نفسي يعني مع من أقف الآن، أقف مع رسول الله ولا مع إنسان عادي يعني؟ يعني أنا الله قلت في 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 ذهني هنا الله، وش بعت لي أنا؟ بعت لي رسول الله، عمر ما بعته ليش الله يعني؟ جشي با أوبليجي كما نقول، أنا مش ملزم أتبع عمر ولا أنا أي حد، أي حد في العالم ما نش ملزم من أتبعه يعني. نحن ملزمين أن نتابع رسول الله. هنا عمر قل أدبه مع رسول الله، لازم نقول قل أدبه مع رسول الله. فهمت وش حبيت نقول المقصود؟ فهمت المقصود، لكن اليوم يعني اليوم جمعة ومبارك، لماذا لا تقتحم العقبة اليوم وتفرح الزهراء عليه السلام؟ كيف أقتحم العقبة؟ مش فاهم أنا. يعني الآن تعلن أنك توالي محمد وآل محمد وتشهد الشهادات الثلاثة، وتعلن هذا الأمر بعد أن وجدت الحقيقة أمامك. أنا يعني هذا الأمر يعني كي راك تقول لي تعلنوا، أنا لقيت روحي أعلنوا بلا ما تقول لي أعلنوا يعني. يعني ذكرني لاقي الآن صبت وجدت نفسي أني لازم ملزم أني أتبع الإمام علي، وأني أتبع الرسول، وأني أتبع آل البيت يعني ملزم ملزم. بعد دراسة بحثت أنا في حياتي لقيت روحي لازم ملزم أني أتبع أهل البيت، ما نقدرش نتبع ناس واحد أخرين. بس أنا في دراستي اللي عملتها، أنا الدراسة تاعي عملت دراسة على أبو بكر الصديق، عملت دراسة على عمر، عملت دراسة على على الإمام علي، عملت دراسة على عثمان. في دراستي لقيت باللي أبو بكر خبص أمور وأخطأ كتير، لقيت عمر بن الخطاب أخطأ كتير. في دراستي العثمان حديث ولا حرج، في دراستي الإمام علي لقيته يعني دوك نشرح لك. أنا لقيت باللي دراستي في الإمام علي، سيرة الإمام علي حاشا ولله حاشا ولله أحسن من سيرة الرسول في صحيح البخاري ومسلم. هاو استنتجت أنا يعني صحيح البخاري ومسلم الرسول مخبصين وتماك مبهدلين به يعني حاشا ولله طاعنين فيه. لقيت حاجات يعني فريمو أثرت فيها يعني. وبعد هو الحديث اللي أثر فيه يعني فريمو أثر فيه يعني حديث التقالين، أني تارك فيكم كتاب الله وعطرة أهل بيتي. هنا أنا ملزم أن أتبع العطرة لأن الرسول قال لي أني لازم تتبع العطرة. بعدين بحثت في العطرة، بس كل العطرة راهي كثيرة العطرة، وجدت باللي أهل الكيساء كاين خمسة برك أهل الكيساء، وأهل الكيساء يعني موجودين في صحيح البخاري ومسلم، ماشي زعما عند الشيعة ولا لقيتهم موجودين عندنا احنا في كتاب صحيح البخاري ومسلم يعني. لقيت باللي الإمام الحديث اللي الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لازم أنه عيط يعني كيفاش تقول بالعربي الفصحى نسيت، أنه نادى الإمام، نادى الفاطمة، نادى الحسن والحسين عليهم السلام والإمام علي، وقال إني يا الله إن هؤلاء أهل بيتي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يعني أنا ما نقدرش نخلي ناس مطهر منهم الرجس ما نتبعهمش، روح نتبع ناس ما نعرفهاش أصلا وش دارت وش ما دارتش و... فهمتني يا الأخ؟ نعم فهمتك زين. هذه المعلومات الآن اللي أنت وصلت إليها أبلغت أرحامك أو يعني أردت أن تساهم في إقناع شخص أو تتشارك مع هذه المعلومات مع إنسان آخر صديق من أرحامك من عائلتك؟
والله نسيت نشارك هذا الأمر مع صديقي وجاته الصدمة، يعني صدمة. الآن ترك كله، يعني ترك كل شيء، يعني من الصدمة هذه ترك كل شيء. قال لي أنا حياتي قاعد عايش مخدوع، يعني شغل تقدر تقول كراه الدين، يعني كراه خلاص. شفت الإنسان اللي تصدمه يعني بحقائق ويلقى روحه 30 سنة هو يخبص و خرج قاع، يعني خرج. طيب انا بالنسبه لي يا ريت الاخ صديقك انه تدعوه الى حيث نور محمد وال محمد الطيبين الطاهرين. احنا ما عندنا هذه الامور، انه نبي يعني يخرف، نبي يهدي، نبي ينسحر 6 أشهر هو يفعل الشيء ولا يفعله. النبي ياتي الى الزباله والعياذ بالله، بوب البخاري بابا كاملا، أنه يأتي في صباطة قوم، يعني مزبلة قوم، ويبول واقف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسب الناس بغير سبب، حتى أن في صحيح مسلم بوب بابا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسب بدون سبب يسب الناس. والله يقول وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك إحنا دائما نوصف، شوف المفارقة أخونا، أنا نسيت الاسم الكريم، شنو اسمك الكريم؟ اسمي محمد. محمد، المفارقة الكبرى وين؟ أنه إحنا يقولون من عقائد الشيعة الزائفة، شو هي؟ أنهم يقولون بالعصمة، يعني أنا الآن يصفوني أنه عندي عقيدة زائفة لأنه ما طعن بالنبي، يقول معصوم، النبي لا يخطئ، النبي لا يبول في المزبلة، النبي لا يسحار، النبي حجة لله تبارك وتعالى. هذا يعتبروه من عقائد الزائفة. لذلك حق للإنسان أن يفخر بانتمائه لمحمد وآل محمد. وانت أثرت فيه، لماذا؟ عندما قلت أنه أنا تأثرت في حديث كتاب الله وعترتي أهل بيتي. يا أخي كتاب الله، الله يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني الكتاب معصوم. إذا النبي قال أنهما متلازمان لا يفترقا حتى يرد علي الحوض، يعني منا إلى أن نروح ونموت وتنقلب الدنيا ونروح إلى حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الكتاب والعترة واحدة. مو إيش معنى لن يفترقا، مو معنى كل واحد من العترة حامل كتاب معاه هذا الكتاب وما يفترقا، معنى هذا الكتاب موجود في العقل، في الروح، في المنظومة، في الكيان. ولذلك احنا نقول ان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ان عليا عليه السلام، هؤلاء قرآن يمشي على الارض، هؤلاء قرآن لا يمسه الا المطهرون، هؤلاء مثل ما تفضلت طهرهم الله تبارك وتعالى وذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لذلك انا ادعوك حقيقة إلى حيث النفس المطمئنة، إلى حيث محمد وآل محمد، إلى حيث دين محمد وآل محمد الذي يحترم كل الناس، ولكن المقام الأسمى والأعلى والأنقى والأرقى هو لسيد الكائنات، سيد الأولين والآخرين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه دعوة إلى أن تركب سفينة النجاة بكل فخر أقولها، سفينة محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. والأمر يبقى أولا وأخيرا لك، إحنا نريد أن نقدم للزهراء عليه السلام هذه البضاعة، ونقول يا زهراء هذه بضاعتنا، الأخ محمد بينا له الحق، وإن شاء الله هو سائر على طريق الحق ببركة محمد وآل محمد. والأمر لكم أولا وأخيرا، سأل الله أن يوفقك. إذا عندك كلمة أخيرة تفضل، وأنا سررت بالاستماع لك. والله كلمتي الأخيرة يعني الحاجة اللي أثرت فيا يعني وخلتني أترك المذهب الوهابي. أنا بحثت في 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 هجوم على الدار، دار الزهراء عليها السلام، ومع الأول وجدت شيعة يقولوا هجوم على بيت فاطمة، هجوم. بعدين أنا بحثت جيدا، لقيت باللي الهجوم ثبت. وعمر هدد بإحراق البيت. وأنا لهون يا وعد اللامي،
وليت نشوف كاع اللي هجموا على بيت فاطمه الزهراء بذعه النبي، هو النبي عليه افضل الصلاه والسلام، استشهد عنده ما اعرف 7 ايام ولا شهر ولا ما مش عارف اكزاكت في الواقعه، وبعدين انتم تهجموا على بيت بنت رسول الله. يعني انتم لازم تكونوا ارهاب، مش امبوسيبل تكونوا الناس نورمال يعني. يعني الان يا اخي اسمح لي محمد، محمد انت عايش في فرنسا صح ولا لا؟ نعم صح. انت افرض ان انت تشتغل في شركه، وحتى في فرنسا في شركه وفي فرنسا، انت الان صديقك جارك، جارك وصديقك 23 سنة، انا هاي اريد ان افهم هذه القضية والله العظيم، لا اريد شيء اخر. اذا انا استوعبت هذه القضية ساترك البث المباشر واترك اي شيء. صديقي لمدة 23 عام وجاري، الان توفى صديقي وموجود والجسد الطاهر ممدد، هل من الحكمة من العقل من المروءة من الدين من الأخلاق أن أترك هذا الرجل وأذهب إلى عملي دون الاكتراث بجثة هذا الرجل؟ معقولة يعني أنت الآن يحدث عندك هؤلاء تركوا الجسد الطاهر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبدأوا يتعاركون في سقيفة اسمها سقيفة بني ساعدة، وهذا يقول منا أمير ومنكم أمير، وهذا يقول أبدا نحن الوزراء وأنتم الأمراء، وصارت العراك وال طيب وين النبي؟ هم يتعاركون. الأستاذ ثانية من فضلك، ثانية من فضلك تفضل. أنت ليش جاتك صعبة هذه؟ هم تركوه يهدر يخطب في المسجد وعلى جلة تجارته 20 دينار ولا ما على بالي دنانير، تركوا كلهم الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، رواية تقول بقوا مع 4 ورواية 8، وعلى الأكثر على الأكثر كي لو نزيدوا 4 12، يعني هاو النموذج اللي كان داير بالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام الذي قاس في وقته. أنا كنت على بالي مع الأول باللي ما قاساش، وكي قريت أنا راني نقرأ في التاريخ تاع الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، الرسول قاس مع هذا القوم، قاس كثير مع هذا القوم. يعني انت باش تكون نبي وتخطب في المسجد وتجيك تجارب كما نقولوا احنا الان باثنين يورو ولا 3 يورو، انت تخلي نبي افضل البشر باش تروح تاجر؟ وين في الصلاة؟ يعني أنا في الصلاة مع الله تبارك وتعالى، يعني في الصلاة وتركوا النبي. انت الان يا الاستاذ واتحداك، لو كان الآن يخرج النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ويعرضوا لك بالك $1,000,000، والله ما تترك النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الله أكبر. والله بالك ما تتركه على جل $1,000,000. وأنت الناس اللي كانوا حواليه يعني تركوه راحوا يتاجروا ب2000 يعني بزوج دنانير. هاو النموذج اللي كان داير بالله، احنا ضخمونا برك، ضخمونا الصحاب الصحاب الصحاب. أما أصحاب سيدنا موسى عليه أفضل الصلاة والسلام تركوه كلهم، تركهم 40 يوم عبدوا العجل، كلهم عبدوا العجل. طيب أنا أدعو الله تبارك وتعالى لك أن رب العالمين يعني يريك الحق حقا، أنت الآن ترى الحق وترى الحق، وما أعرف الأمر يبقى لك. نشكرك جزيل الشكر أخونا، ونسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا دائما وأبدا لخدمة محمد وآل محمد، وأن نجمع المسلمين سنة وشيعة في رحاب لا إله إلا الله محمد رسول الله، علي وأولاده المعصومين بالحق حجج الله. أسأل الله لك الخير أخي الكريم، وبارك الله بك، وإن شاء الله يوم من الأيام أسمع أنك ركبت سفينة النجاة وتتصل وتقول أريد أن أعلن تشيعي على هذه القناة، وليس ذلك على الله تبارك وتعالى ببعيد. إن شاء الله نسمع صوتك في أقرب وقت ممكن. بارك الله بك، شكرا لك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.